هل ستبقى أسواق النفط متأرجحة بين هبوط وصعود؟ وما هو أثر أزمة انخفاض أسعار النفط على دول الخليج والدول العربية؟ وكيف يمكن للدول العربية أن تتجنب، خاصة الدول المنتجة للنفط، أن تتجنب آثار هذه الأزمة؟ وهل أزمة انخفاض أسعار النفط الأمريكي أزمة قصيرة وتأثيرها محدود، أو أنها أزمة طويلة الأمد وتأثيرها سيكون قوياً ومتعاظماً؟ أرحب بكم هذه الحلقة من بيتي لظروف الكورونا. أرحب بضيوفي أيضا الذين سيتحدثون عن هذا الموضوع ويحللونه. معي من الرياض المستشار في شؤون الطاقة وأسعار وتسويق النفط الدكتور فيصل الفايق، ومن لندن مدير مركز معلومات الطاقة مصطفى البزركان. أستاذ مصطفى من لندن، الحقيقة السؤال الأهم الآن الذي يدور داخل مجتمعات الدول المنتجة للنفط العربية هو كيف يمكن لنا أن نقدر انعكاس انخفاض أسعار النفط الأمريكي على الدول العربية ودول الخليج؟ طبعا بداية تحياتي ورمضان مبارك. لابد من توضيح الصورة. الصورة الآن غير واضحة أبدا. لماذا؟ لأنه هذه حالة خاصة لم يمر بها العالم من قبل، ولم تمر بها أسواق النفط من قبل، ولذلك شهدنا ثلاثة عوامل رئيسية هي المؤثرة على أسعار النفط. الجانب الأول أو العامل الأول وهو وفرة المعروض من دول أوبك، من روسيا ودول خارج أوبك، وكذلك من النفط الأمريكي التقليدي والصخري. وهذه نقطة تغرب عن بال كثيرين، أنه العامل الرئيسي لهذا الانخفاض في البداية قبل كورونا هو وفرة معروض النفط الأمريكي التقليدي والصخري. العامل الثاني وهو تراجع كبير في طلب على النفط، تجاوز 30 مليون برميل يوميا، هذا أكثر من 32% من الطلب على النفط. النقطة الثالثة والمهمة حاليا التي يعاني منها أسواق النفط تعاني منها، وهي وصول طاقة التخزين إلى طاقتها القصوى. هذا الذي جعل الانحدار الذي شهدته أسعار النفط الأمريكية، وبالتأكيد تنتقل إلى أسعار النفط الأخرى، نفط برنت، نفط أوبك. بالنسبة إلى سؤالك، أنا أعتقد أنه ميزانيات الدول الخليجية هي تتراوح بين سعر النفط المحدد قبل هذه الأزمة بين 76 دولارا إلى 49 دولارا. هذه نقطة أساسية. بالتأكيد حال ميزانيات أو اقتصادات الدول الخليجية لا تختلف عن الاقتصادات العالمية. الدول المتقدمة أيضا الآن تعاني من ركود متوقع خلال الأشهر القادمة، وحتى قد يستمر إلى نهاية العام. هذه يجعل أنه الدول الخليجية أيضا ضمن هذه التأثيرات. قد يكون هناك من المناسب هو تقليل النفقات، قد يكون من المناسب الحصول على قروض، وهذه حالة عامة في كل دول العالم، أو الاستفادة من ما يطلق عليه. أستاذ مصطفى، دعنا نتحدث عن علاج أستاذ مصطفى علاج هذه الأزمة، دعنا نتحدث بعد قليل عنها. دعني أذهب إلى الرياض للأستاذ فيصل الفايق. أيضا أسأله ما هي الآلية التي تعتمدها الدول العربية المنتجة للنفط في تسعير النفط؟ حياك الله أستاذ عبد العزيز، وكل عام أنت بخير. تحية طيبة للأخ والأستاذ العزيز الدكتور مصطفى من لندن. طبعا أول شيء إذا تسمح لي أخذك برحلة قصيرة جدا إلى بداية شهر مارس. المملكة العربية السعودية بقيادتها لمنظومة أوبك بلس، المنظومة التي هي الآن في السنة الرابعة على التوالي، حذرت جميع منتجي العالم، حذرت الاقتصاد العالمي من أن هناك سوف تحدث هذه الربكة في أسواق النفط. استشراف المملكة العربية السعودية لم يصغي له المنتجون وعلى رأسهم روسيا. هذا من بداية مارس، من بداية شهر مارس، من بداية مارس، وكنا لنتلافى كثير من هذه الكارثة الاقتصادية والخلل الكبير الذي حدث في أسواق النفط، وانهيار الأسعار لمستوى سبد عزيز دكتور مصطفى مستويات لم نراها سابقا. كيف ممكن أستاذ فيصل نتلافى؟ لا بد، بس أرجع أكد على نقطتي، العالم رجع إلى المملكة السعودية مرة أخرى لقدرتها على قيادة هذه الدفة
دفة التفاوض التي شهدت تعميق لخفض الإنتاج وهو الأكبر في التاريخ، قرابة 10 مليون برميل يوميا. ولذلك حتى جزء من سؤالك، إلى متى تستمر هذا الانهيار في الأسعار والخلل في توازن أسواق النفط؟ هذا خلل متوسط الأجل، يعني أنه سيستمر إلى أكثر من عام، وبالتالي لابد من أن تتضافر الجهود من منتجي أوبك ومنتجي خارج أوبك، أوبك بلس، وأيضا المنتجين خارج أوبك بلس وهما كندا وأمريكا والنرويج والبرازيل، لخفض هذا الإنتاج، سواء كان خفض طوعي أو خفض غير طوعي، لأنه لابد أن تتضافر الجهود. تقريبا ثلثي الاستهلاك النفطي يذهب إلى قطاع المواصلات، وقطاع المواصلات الآن مثل ما أنت شايف مع اللوك داون والحجر، هناك تقليل كبير في استهلاك النفط على مستوى، تتكلم على تقريبا نصف سكان هذا الكوكب لا يتحركون، وبالتالي لابد من تخفيض الإنتاج وتخفيض معدلات تكرير مصافي التكرير العالمية لكي تعكس هذا الانخفاض الكبير الجذري في الاستهلاك على النفط الذي لم يشهده العالم ولم نشهده أيضا في الأزمة المالية عام 2008. تفضل. نعم استاذ فيصل. دعني اذهب الى مصطفى، الدكتور مصطفى البزركان في لندن، وايضا استوضح منه. الاستاذ فيصل يتحدث عن ان سبب هذا الانخفاض في الطلب راجع الى ازمه كورونا وهذا الحجر، وايضا عدم استعمال المواصلات، لان نسبه او جزء كبير من النفط يذهب للمواصلات. وايضا هو يقول ان المساله مساله متوسطه، يعني ان الازمه ستستمر الى مدى متوسط يصل الى عام. لو عدنا إلى أن خلال شهر شهرين رجعت الأمور إلى نصابها وعادت المواصلات أيضا إلى مستوياتها العادية والطبيعية أو نوعا ما الطبيعية، هل معنى ذلك أنه سوف ترتفع أسعار النفط وسوف يتم عودة الضخ داخل أو الطلب وأيضا الضخ بشكل أفضل وتلافي هذه الأزمة؟ الإجابة بصورة صحيحة، لابد من تحديد أنه أي وضع بعد انتشار فيروس كورونا وبعد انحساره أيضا لا يمثل ولا يشكل ولا يشبه أي وضع كان قبل فيروس كورونا وانتشاره. هذه نقطة لابد من تأشيرها. هناك يعني ما يتعلق بسؤالك، اليوم صباحا كان هناك حالة فريدة من نوعها، بدأت الأسواق والبورصات الآسيوية ثم بورصة اليابان وحتى البورصات الأوروبية والبورصات الأمريكية بالتحسن. ما جعل هذا التحسن هو قفزت أسهم شركات الطيران بشكل يعني بين 6 إلى 8% وأكثر بعض الشركات. لماذا؟ لأن يعني كان هناك دعم مالي من الاتحاد الأوروبي ومن الولايات المتحدة لهذه الشركات، ولكن في ذات الوقت شهدنا تراجع سعر برميل النفط. النفط الأمريكي تراجع بنسبة 12%، نفط برنت تراجع بنسبة 5%. هذا يجعل أنه عدم وضوح الرؤية متى سيتم يصل الفيروس إلى الذروة. هذا هو الجواب على سؤالك. الجواب الثاني وهو هل هناك من يحدد الفترة الزمنية لانحساره واختفائه بدون أن يكون هناك يعني ظهور آخر للفيروس؟ هذه نقطة، ولذلك أنا أعتقد أنه كافة التوقعات هي توقعات قد تخطئ وقد تصيب. لن يكون هناك فتح كامل للإغلاق، قد يكون هناك تخفيف بالخطوات. ولكن النقطة المهمة التي الآن أجيبك عليها وهي ليست أيضا في تراجع الإنتاج أو تراجع المعروض أو زيادة في الطلب، هناك مشكلة أخرى كبيرة وهي المخزون. المخزون وصل إلى حد كبير، هذا سيؤثر على الأسعار حتى وإن فرضنا جدلا تحسن أو عودة الطلب على النفط إلى مستويات مقبولة ولن يعود إلى ما قبل انتشار الفيروس لأشهر طويلة قادمة. أستاذ فيصل الفائق في الرياض، الحديث هنا يدور حول أن أول ما ظهرت أزمة النفط في الأمريكي في تكساس، أن المسألة هي مسألة مرتبطة فقط بالولايات المتحدة وأنه لا ضرر على المدى المتوسط أو البعيد على النفط العربي، لكن لا نزال نرى أن هناك انخفاض وتراجع في الأسعار. ما هو سبب ذلك؟ وهل يعني القول بأن عدم الترابط
غير دقيق وغير صحيح ويثبته استمرار الانخفاض؟ أشكرك سيد عزيز، سؤال جدا عميق، وهذا السؤال يرجعني لنقطة الدكتور مصطفى من لندن، وهي أمرين هامين جدا. نتكلم على أساسيات السوق، العرض والطلب، مثل ما ذكر الدكتور، يعني تتكلم مخزونات في مستويات مرتفعة، تتكلم هناك تخفض المعروض، تتكلم حتى يعني بعض الدراسات إلى 20 إلى 30 مليون برميل يوميا فائض في السوق. هذه نقطة. في الجهة المقابلة نرى تحركات مشبوهة ومثيرة للجدل وتثير تساؤلات كبيرة جدا من أسواق المضاربات النفطية. ذكر الدكتور مصطفى التحركات في آسيا، ولكن نرجع أيضا الأسبوع الماضي، الأسبوع الماضي أبريل 20، الأبريل الأسود الذي هبط فيه خام غرب تكساس WTI إلى السالب لأول مرة في التاريخ، ولا حتى تستطيع يعني أجهزة المخاطر في البنوك ونمذجة البنوك أن تستوعب أن خام WTI يهبط إلى السالب. ومع ذلك رأينا هناك تحركات كبيرة في أسواق المضاربات للعقود الآجلة، كانت هي الأكثر على مدى 3 شهور. خام برنت لم يهبط إلى السالب، هبط إلى 16 دولار وهو الأقل في 21 عام، ولكن أيضا رأينا تحركات في العقود الآجلة وشراء عقود للمستويات الأكبر هي في 3 أسابيع أو 6 أسابيع. ولذلك تحركات الأسواق والمضاربين لا تعكس أبدا الأساسيات في السوق، وهذا يثير جدل. خام WTI وخام غرب تكساس، أرجع إلى سؤالك مدى تأثيره على السوق، نفوط الخليج العربي سيد عزيز لا تسعر على خام غرب تكساس. خام غرب تكساس هو يمثل المضاربين تقريبا 99%، والباقي كله أسواق مضاربات مالية على العقود الآجلة. ولكن خام غرب تكساس ما الذي فعله في السوق؟ أثر على المعنويات السوق، أثر على الماركت سنتمنت، يعني هو أثر على معنويات السوق سلبا، وأثر عن السوق في تدهور ولذلك هذا التأثير المعنوي وليس التأثير المادي أثر في الجهة المقابلة على الأسعار. الأسعار هي تسعر في العقود الآجلة، تتكلم على خام برنت في أوروبا، خام غرب تكساس في أمريكا، وتتكلم على خام دبي وعمان في آسيا. ولذلك دول الخليج العربي وأولهم المملكة العربية السعودية بدأت من عام 2009 بتسعير خاماتها وتصدير نفطها إلى الولايات المتحدة بخام أسكي، وهو عبارة عن سلة من النفوط المتوسطة والحامضة تنتج في خليج المكسيك أمام لويزيانا وتكساس. ولذلك نفوط الخليج العربي وتسعيرتها لم تتأثر أبدا بالهبوط الكبير وانهيار خام غرب تكساس إلى السالب لأول مرة في التاريخ. ولكن الاقتصاد العالمي تأثر، صناعة النفط في أمريكا تأثرت، منتج النفط الصخري تأثر، وحتى البنوك الأمريكية هناك عزوف كبير من تمويل مشاريع النفط الصخري، وهناك تتكلم على 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 النظام الاقتصادي الأمريكي والتدقيق والقوائم المالية ومراجعتها. كل ذلك أثر على دعم البنوك لصناعة النفط الصخري. والنفط الصخري لابد أن أؤكد موقف المملكة العربية السعودية هو داعم كبير لازدهار النفط الصخري. لماذا؟ لأنه ازدهار النفط الصخري يساعد على تلبية الإمدادات وتلبية الطلب على النفط الذي هو في ازدياد مضطرد، وصل الآن قبل كورونا إلى 100 مليون برميل يوميا. ولذلك المملكة تدعم أي نفط سواء هامشي أو غير هامشي، تقليدي أم غير تقليدي، تدعم ازدهار هذه الصناعة لأننا نحتاجها لتلبية الطلب المتنامي على النفط في العالم. نعم دكتور مصطفى البزركان في لندن، الأستاذ فيصل الفايق يتحدث عن أن السعودية تريد ازدهار النفط الصخري في أمريكا وفي غيرها، وأن هذا يساعد في يعني تلبية حاجات السوق. لكن الإعلام الغربي وخبراء غربيين كثر يتحدثون عن أن هناك معركة، وأن السعودية كانت وحتى روسيا تحالفوا لتحطيم هذه الشركات التي تنتج النفط الصخري، وأنهم استطاعوا تدميرها. وحتى بعض وكالات الأنباء وبعض المحللين روجوا عبر وكالة الأنباء أن السعودية انتصرت في هذه المعركة واستطاعت تلقين هذه الشركات درس في أنها لا يمكن أن تتلاعب بالسوق مرة أخرى وأن تدخم السوق دون الأخذ بعين الاعتبار الإرادة السعودية والمصالح السعودية وحتى الروسية. ما هو الرد على هذا الكلام؟ هل هو دقيق أن السعودية تريد
أن يكون هناك سوق للنفط الصخري، وفي الجانب الآخر أن السعودية تحارب النفط الصخري. ممكن لك توضيح هذه الصورة لو تكررت؟ طبعا بالنسبة للإعلام الغربي، يعني إعلام يخدم الدول المستهلكة للنفط ويخدم الولايات المتحدة الأمريكية. على سبيل المثال، من أجل تفنيد ذلك، نرى أنه المملكة العربية السعودية على طول السنوات الماضية كانت تدعو الولايات المتحدة وتدعو شركات النفط الأمريكية التقليدي والصخري للاجتماع والتحاور مع دول أوبك ودول خارج أوبك وروسيا. هذا الحوار كان ترفضه الولايات المتحدة. على سبيل المثال، الرئيس ترامب طلب منه ذلك وقال أنا ليس لدي السلطة للضغط على شركات النفط. الآن حينما حلت هذه الأزمة أو الكارثة في سوق النفط بعد انتشار فيروس كورونا، كان هناك تعليقات أخرى جديدة من شركات النفط الأمريكية. بعض الشركات أغلق الآبار، بعض الشركات جبر على إيقاف الإنتاج بسبب ضغوط مالية، ضغوط مالية من المؤسسات المالية والمصارف التي قدمت قروض ستصل إلى 120 مليار دولار ستستحق خلال الأشهر القادمة. ولذلك كان النفط الأمريكي تحت ضغط، ولذلك شاهدنا أن الإعلام يحاول تبرير ذلك وتوجيه الاتهام إلى المملكة العربية السعودية، إلى دول أوبك، خاصة في البداية حينما انسحبت روسيا ولم تقبل بالانضمام إلى اتفاق أوبك. فانسحبت روسيا، كان هناك في الإعلام الغربي أن هناك مواجهة بين المملكة العربية السعودية وروسيا. أنا في ذلك الوقت ومن شاشتكم قلت إنها مواجهة ثلاثية بين دول أوبك ومنتجين من خارج أوبك والنفط الأمريكي الصخري والتقليدي، لأنه هو الأساس في هذه المشكلة ورفض التعاون مع دول أوبك. وبالطبع انقلبت المعركة من أنها تكون بين السعودية وروسيا إلى السعودية والولايات المتحدة كما رأينا. نذهب الآن إلى فاصل ونتابع بعد قليل. شكرا. أرحب بضيوفي من الرياض، المستشار في شؤون الطاقة وتسويق النفط الأستاذ فيصل الفايق، ومن لندن مدير مركز معلومات الطاقة الدكتور مصطفى البزركان. سؤالي أستاذ فيصل حول بدء تطبيق اتفاق أوبك بلس. هذا البدء للتطبيق، هل تعتقد أنه سيسهم في استقرار الأسعار واستقرار السوق وضبط السوق أيضا، أو أن هناك أيضا استمرار للمشاكل وخاصة من خارج هذا الاتفاق أوبك بلس؟ هناك النرويج، هناك الولايات المتحدة وشركاتها، هناك أيضا أطراف أخرى يمكن أن تبدأ حالما يتم ضبط السوق تدريجيا أو يعني بأرقام معقولة للإنتاج، أن تعود حليم العادات القديمة وتبدأ في استغلال هذا الانخفاض في ضخ كميات كبيرة من النفط. طبعا بس ارجع للنقطه المهمه قبل الفاصل، يعني نتكلم حتى على عباره حرب اسعار والتي بداها الاعلام النفطي العالمي او الغربي مع من بدايه شهر مارس، عندما لم تدعم روسيا هذا التخفيض وهذا التعميق بـ1.5 برميل فقط جميع دول اوبك بلس، ولكنها رجعت مره اخرى وهي وحدها لا روسيا تخفض 2.5 مليون، بينما كانت رافضه تخفيض فقط 250 الف برميل. موضوع النفط الصخري، هناك يعني أتكلم سبب مهم في هذه الانهيار هو الإعلام النفطي الغربي. هناك تضليل كبير لأرقام وبيانات النفط الصخري لمقاومته لمستويات أسعار متدنية، وهذا التضليل هو الذي أصاب هذه الصناعة بالوهم أنها تستطيع أن تستمر في مستويات أسعار متدنية. أتكلم حتى بداية يناير، خام غرب تكساس كان عند $50، ولم يستطيع النفط الصخري المقاومة، وكان هناك تقريبا 20% خفض في 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 الاستثمارات وفي المصاريف السنوية. نرجع إلى النقطة المهمة جدا، المملكة العربية السعودية وأوبك بلس دائما يؤكدوا على توازن السوق واستقرار الأسعار باستدامة. يعني حتى سمو وزير الطاقة السعودي لما بن سلمان تكلم على أسعار مستدامة ولم يتكلم على سعر عادل.
دائما هناك في خلاف كبير ما هو السعر العادل، ولكن المملكة أتت بهذا المصطلح سعر النفط المستدام، السعر الذي يستطيعه المستهلك ويستطيعه المنتج لكي يستثمر ويستمر في استثمارات المصب، والتي هي مهمة، تتكلم على الحفر والاستكشافات، والتي ستشهد انخفاضا كبيرا جدا، وهذا موضوع ثاني سيد عزيز قد يطول الكلام فيه. الانخفاض الحالي في الأسعار سوف يحدث ربكة في استثمارات المصب والاستثمارات العالمية في الإمدادات، وهذا سوف يكون هناك شح في الإمدادات في السنوات القريبة القادمة. نرجع لموضوع أوبك بلس. أوبك بلس بأكبر خفض في التاريخ في الإنتاج جاءت باستراتيجية حكيمة جدا، وهي استراتيجية المدى المتوسط وليست استراتيجية قصيرة الأجل تدعو إلى تعافي الأسواق قصير الأجل في شهر أو شهرين أو في 6 أشهر، ولكنها سوف تستمر إلى منتصف عام أو في شهر أبريل عام 2022، وهذا يعني أن هناك استدامة رقم واحد. رقم اثنين، هناك في عملية إصلاح لهذا الإرباك في توازن العرض والطلب، هذا الإصلاح الذي سوف يستغرق أكثر من عام لكي تستطيع الأسواق أن تتعافى من هذا التداعيات من فيروس وجائحة كورونا في الطلب على النفط. الآن ما على دول أوبك بلس وخارجها هو الالتزام بالخفض المتفق عليه. دول خارج أوبك سوف تخفض شاءت أم أبت، لأن الاستثمارات عندها هبطت إلى مستويات تاريخية، لا يوجد هناك دعم من البنوك، وأيضا لا يوجد هناك استدامة لمستويات الأسعار المنخفضة. ولا بد أن أرجع سيد عزيز وأؤكد، سمعنا كثير من الإعلام النفطي أن ميزانية المملكة العربية السعودية بنيت على سعر خام برنت 80 دولار، وهذا غير صحيح. منذ انطلاق الرؤية، طيب تتكلم على شهر أبريل 2016، في أول ميزانية مع انطلاق رؤية المملكة 2030 وهي ميزانية عام 2017، كان هناك إعلان عن الميزانية أسست على خام برنت عند 55 دولار، وبعد ذلك لم يتم الإعلان عن أي سعر لأي مستوى لخام برنت أو للنفط الأخرى. ومع ذلك المملكة العربية السعودية الآن الإيرادات الغير نفطية ارتفعت إلى 31%، ولذلك تتكلم على اقتصاد مستدام واقتصاد قوي يستطيع أن يتعايش مع تقلبات أسعار النفط الحادة. رؤية السعودية رؤية ثاقبة، والآن نحن نعيش في ظلال هذه الرؤية ومقاومتها لتقلبات أسعار النفط الحادة، والتي لم يستطيع أن يقاومها المنتجون الآخرون، حتى روسيا يتكلم الكرملين أنه يستطيع خام اليورلز الروسي أنه عند الآن مستوى 11.5 دولار، شبهوه بنفس المستوى تقريبا في عام 99. ديناميكية السوق الآن وأساسيات السوق الآن تختلف كثيرا عن 21 عام يا روسيا، لذلك هذه المقارنة غير صحيحة. روسيا اقتصادها يتألم، وهذا ينعكس كبيرا على السحب من الاحتياطيات. لا يوجد دولة أو دول مثل الخليج العربي تكلفة سعر البرميل فيها هو الأقل في العالم كله. تتكلم النفط الصخري، تتكلم النفط الرملي الكندي، تتكلم دكتور فيصل الفايق، اسمح لي أذهب إلى لندن للدكتور مصطفى البزركان أيضا، يعني حاول أن أفتح مع هذه النقطة. دكتور مصطفى، مسألة تحمل ميزانيات الدول العربية المنتجة للنفط وتراوحها من بلد إلى آخر، ولكن هل تعتقد أن هذا الكلام، يعني اتفقت والدكتور فيصل على أنه مدى متوسط، أن الأسعار ستتجه إلى مدى متوسط، أن الإنتاج سيظل يتحمل إلى مدى متوسط وليس مدى قصير. المسألة هي أيضا ماذا عن الميزانيات هذه الدول، ماذا عن التزامات هذه الدول تجاه شعوبها وتجاه مشاريعها التنموية. نحن نتحدث عن أن هذا العام سوف يكون هناك نقص في يعني معدل النمو إلى 4 تقريبا، يقارب 4%، ناقص 4%، بينما كنا ننتظر زائد 3%. ما هو برأيك الحل ماذا تستطيع هذه الدول أن تفعل لكي توازن في ميزانيتها، رغم أن البعض يقول أن الاستدانة وأن طرح السندات سوف يكون حل، لكن نحن نتحدث عن مدى متوسط. هل هذا الحل الاستدانة والحصول على سند وبيع السندات سوف يضمن
استقرار للاقتصاد في ظل انخفاض أسعار النفط وهذا المدى الذي تتحدثان عنه؟ ذكرتم الدول العربية. الدول العربية هناك ثلاثة مجموعات من الدول العربية: الدول العربية المنتجة للنفط، الدول الخليجية، هناك الدول العربية غير منتجة للنفط وهي مستوردة للنفط، هناك مجموعة الدول التي لديها إنتاج نفطي ولكن إنتاج نفطي قليل قد مقارنة بالآخرين. يعني على سبيل المثال الجزائر، الجزائر تأكد أن لديها مليار برميل احتياطي مؤكد مقارنة بمئات المليارات من البراميل في المملكة العربية السعودية، في الإمارات، في دول الخليج. لديها 10 مليارات. نعم نعم لدى الجزائر 10 مليارات برميل مليار احتياطي. الجزائر مليار برميل يعني احتياطي مؤكد، وهذا يستمر حسب فقط إنتاجه اليوم إلى 27 نعم. سنة قادمة. هذا الذي جعل أنه الجزائر الآن في حالة مختلفة عن دول الخليج. على سبيل المثال فتحت الأبواب أمام شركات أجنبية أمريكية وروسية، وبالتالي سيكون لديها بعض المشاكل في ميزانيتها. هذه أنا أخذ يعني مثال الجزائر. هناك مثال آخر العراق. العراق رغم أنه ثاني أكبر دولة منتجة للنفط في أوبك، ولكنها تعاني من مشاكل كبيرة جدا، مشاكل الفساد، مشاكل ضياع موارد ودخل النفط. اليوم حينما تحاول الحكومة إقرار الميزانية لا تتمكن من إقرارها. لماذا؟ لأن هناك عراقيل كبيرة، ليس هناك ما يكفي حتى لدفع رواتب الموظفين. أنا أذكر هذه الأمثلة من أجل حينما تقارن بدول أخرى والدول النفطية التي الآن لا تزال هي ضمن برامجها الاقتصادية والمالية وبرامج توجهها لتنويع مصادر دخلها بعيدا عن النفط، فبالتأكيد سيكون هناك مسار قد يكون مسار أبطأ ولكنه ذات المسار. لماذا؟ لأنه هذه المشكلة هي مشكلة دولية، ليست هي مشكلة لمنطقة من العالم. أو ولذلك شهدنا هذا الترابط لأول مرة في تاريخ العالم، هناك ترابط في الاقتصاد، في البورصات، في أسعار النفط بين منطقة وأخرى. لماذا؟ لأن هذه كارثة إن صح التعبير للاقتصاد العالمي. حينما يتراجع الاقتصاد العالمي ويتوقع أنه تراجع الاقتصاد العالمي والناتج المحلي الإجمالي، على سبيل المثال يوم أمس حينما يكون تقرير حول الاقتصاد الأمريكي أنه سيتراجع بنسبة 16%، البطالة ستتجاوز ملايين من المواطنين الأمريكان، هذا يجعل أنه المشكلة هي مشكلة دولية إذا بد من مواجهتها في أي منطقة من العالم. شكرا دكتور مصطفى البزركان. نذهب الآن إلى فاصل ونعود إليكم بعد. أرحب بضيوفي من الرياض، المستشار في شؤون الطاقة وتسويق النفط الدكتور فيصل الفايق، ومن لندن مدير مركز المعلومات معلومات الطاقة الدكتور مصطفى البزركان. دكتور فيصل الفايق من الرياض، الحديث عن انخفاض أسعار النفط وتأثر الميزانيات العربية للدول المنتجة للنفط، هذه الدول المنتجة للنفط بعضها مثل العراق، مثل الجزائر، مثل غيرها من الدول التي تواجه أزمات اقتصادية قبل انخفاض أسعار النفط، وتواجه أزمات سياسية أيضا، وتحدث الدكتور مصطفى البزركان عنها، لكن قراءتك لميزانياتها بحكم أنك كنت في مستشار في أوبك وتعرف تماما تأثير النفط ومبيعاته على الميزانيات، هذه الدول كيف يمكن أن تتصور مصيرها ومصير أوضاعها الاقتصادية وانعكاس ذلك على أوضاعها الاقتصادية في ظل هذا الانخفاض المهول لأسعار النفط؟ كيف يمكن لها أن توازن مصاريفها مع يعني أرصدتها مع متطلباتها لإعاشة شعوبها؟
طبعا يعني لابد ان نتكلم بكل شفافيه. طبعا رؤيتنا جاءت بالشفافيه ونحن الان نجني ثمارها. التحركات اللي شهدتها المملكه العربيه السعوديه تحركات لم يشهدها العالم، وكبرياء دول العالم لم تشهدها، ومحاوله استيعاب هذه الجائحه ودعم المواطنين ودعم القطاع الخاص. راينا دعم وحزم دعم للقطاع الخاص من وزاره التجاره ووزاره دكتور فيصل الصناعه. انا اتكلم عن العراق الجزائر، ركز لي على الدول المتأثرة. بليز أنا أتكلم عن العراق، عن الجزائر، هذه الدول التي كانت تعاني والآن تزداد المعاناة. طبعا لما تتكلم المعاناة تأتي الآن مع انخفاض أسعار النفط، وهذه الدول تعتمد اعتماد كبير على سواء صادرات النفط مثل العراق، أو تتكلم حتى على صادرات النفط والغاز بالنسبة للجزائر. يعني الآن مع هذه الجائحة توقع الكثير المحللين توقعوا والاقتصاديين ومختصي النفط والغاز أن صناعة الغاز لن تتأثر بهذا الإغلاق، وكل تقريبا نصف الكوكب في البيوت وتحركات محدودة جدا، أن سيكون هناك طلب كبير على قطاع الغاز لإنتاج وتوليد الكهرباء، وهذا فعلا صحيح. ولكن التخمة التي تشهدها أسواق الغاز في العالم جعلت أيضا هناك تدهور كبير في صناعة الغاز، وفي تدهور في صناعة في أسعار الغاز عالميا، وبالتالي سوف تتأثر الجزائر. لذلك لابد أن نؤكد على هذه الرؤى الخليجية، تتكلم على المملكة السعودية، تتكلم على الإمارات، وهذه الرؤى في التعافي والعلاج من الإدمان النفطي، لكي لا تكون بعد الله تحت رحمة هذه التقلبات الحادة وهذا الإرباك الكبير الذي شاهدناه الآن ولم يشهده صناعة التاريخ على مدى 100 العام الماضية. نعم. يعني هل أنت دكتور فيصل مقتنع تماما أن دول مثل العراق، مثل الجزائر، مثل غيرها من ينتج النفط ويبيع وليس لديه احتياطات كبيرة جدا، أنهم يستطيعون موازنة ميزانياتهم هذا العام؟ هل لديهم فرصة للنجاة في ظل هذا الوضع الاقتصادي الصعب؟ طبعا إذا ما كان هناك احتياطيات نقدية موجودة مثل المملكة والدول الخليجية الأخرى، طبعا حيكون هناك صعوبة كبيرة جدا. تتكلم حتى مستوى الدين في الخليج، في المملكة والإمارات، مستويات جدا معقولة، ولكن بالنسبة للدول الأخرى العربية لا أعلم بالتحديد، ولكن سيكون هناك في تأثير كبير على الميزانيات وعلى الاقتصاد بشكل كبير بالتأكيد. طبعا إذن دعني أذهب إلى لندن والدكتور مصطفى البزركان. دكتور مصطفى، ليست فقط الدول العربية المنتجة للنفط هي من تتأثر بسبب انخفاض أسعار النفط، هناك دول عربية لا تنتج النفط ولكنها تستفيد من حوالات العاملين والموظفين لديها في الدول النفطية، من مساعدات ومنح من هذه الدول، من مشاريع مشتركة واستثمارات كبيرة جدا من الدول العربية المنتجة للنفط داخلها. ما هي قراءتك لتأثرها أيضا بهذا الوضع لانخفاض أسعار النفط؟ هل سوف تتأثر كثيرا أم ستكون أقل تأثرا من الدول المنتجة للنفط؟ لا، بالتأكيد ستتأثر. القضية نسبية، يعني تأثرها لماذا؟ لأنه هذه حالة الإغلاق يعني تسببت في مشاكل كثيرة. يعني على سبيل المثال حتى التحويلات النقدية الآن بدأت تتراجع أو توقفت بسبب هذا الإغلاق في كافة دول العالم. هذه نقطة. النقطة الثانية أن هناك بعض المشكلات السياسية والجيوسياسية والفساد تواجه هذه الدول. على سبيل المثال العراق اليوم ميزانيته 120 مليار لا يمكن تمريرها. لماذا؟ لأنه لا يتوفر في العراق من احتياطي إلا 56 مليار دولار. لا يمكن دفع الميزانية، لا يمكن أن تدفع رواتب الموظفين، ولذلك تم إقرار تخفيض رواتب الموظفين من الوزراء إلى ما دون. هذه نقطة أساسية، وقد يكون بالإمكان أو الإجبار الحصول على قروض لإدارة عجلة الاقتصاد المتهاوي بسبب عمليات الفساد. نعود بالنسبة إلى الدول الغير النفطية، أنا أعتقد هناك أيضا مشكلات. يعني على سبيل المثال شهدنا خلال فترة الإغلاق تراجع الليرة اللبنانية إلى مستوى متدني جدا. اليوم أصبحت الدولار هو 3200 ليرة لبنانية، بالتأكيد تؤثر على اقتصاد بلد ويتوقع
التحويلات من العاملين من الخارج. هذه جميعها مشكلات تواجه كافة دول العالم، لا أقول العربية فقط، يعني حتى الدول الغربية، حتى الدول المتقدمة الآن مشكلات تواجه اقتصاداتها. فكيف بهذه الدول العربية الغير منتجة للنفط التي بالتأكيد مشاكلها لا يمكن إيجاد حلول لها بالسرعة كما هي إيجاد الحلول بالنسبة للدول النفطية الخليجية. دكتور فيصل الفايق من الرياض، هل ستشهد يعني هل سنشهد ارتفاعا كبيرا في أسعار النفط بعد عودة العديد من الدول خاصة الصين في تشغيل اقتصاداتها؟ نرى الآن آفاق لفتح الأسواق مرة أخرى، لتفعيل الاقتصاد مرة أخرى ولو كان جزئيا وعلى درجات يعني ليس مباشرا بشكل كبير. فهل هناك تفاؤل بأن يكون هناك زيادة في الطلب وبالتالي تعديل لهذه الأسعار؟ طبعا أي حراك اقتصادي، أي تحركات تبدأها دول الكبرى، تتكلم على الصين، تتكلم الصين هي أكبر مستورد للنفط في العالم، تستورد يوميا أكثر من 10 مليون برميل يوميا، وبالتالي تتكلم على 10% من الطلب العالمي على النفط اللي هو 100 مليون برميل، وبالتالي الانفتاح في الصين سوف يؤثر بشكل كبير في بداية استهلاك المشتقات النفطية، تتكلم على البنزين، تتكلم على الديزل، تتكلم حتى صناعة البتروكيماويات والقيم النافذة. الولايات المتحدة الأمريكية بكل تأكيد أن هذا سوف ينعش الاقتصاد الأمريكي وبالتالي سوف ينعكس على الاقتصاد العالمي بحكم أن أمريكا هي أكبر مستهلك للطاقة في العالم، وهذا سوف ينعكس بكل تأكيد على واردات النفط. أتكلم أول شيء وأؤكد على المشتقات النفطية والتي هي العنصر الأساسي في استهلاك المواصلات. المشتقات النفطية الآن مخزوناتها تشهد تخمة كبيرة في هذه الدول الكبرى، ولذلك لابد أن تبدأ هذه المخزونات بالانخفاض تدريجيا لكي تستطيع مصافي التكرير استيراد النفط وبالتالي أيضا تعبئة هذه المخزونات. ما هي دكتور فيصل، ما هي الفترة التي تتوقعها لتصريف هذه الكميات المخزنة بشكل كبير؟ طبعا هذه الدورة تأخذ بأقل تقدير أقل شيء يكون شهر كامل، لأنه هذه الدورة تتكلم من استيراد النفط عبر البحار ونقلات النفط إلى تفريغ هذه الشحنات إلى أخذه بالخدمات اللوجستية وخطوط الأنابيب إلى تلك الخزانات وتلك المصافي وتكريره، وبالتالي الآن النفط يستطيع أن يكون. الآن تتكلم الآن بعد أقل من أسبوع سوف يبدأ العالم ويبدأ المنتجون بإنتاج براميل شهر مايو، وإنتاج براميل شهر مايو تنتظرها أسواق النفط بفارق الصبر، لأنه هي بداية فعالية خفض الإنتاج مع أوبك بلس ودول خارجها، وبالتالي هذه الفعالية سوف تؤثر قبل أن تؤثر على أساسيات، سوف تؤثر على معنويات السوق، وبالتالي سوف يكون أثرها إيجابيا. ومن المتوقع طبعا أن ترتفع الأسعار، وليس هو الهاجس هو توازن السوق واستقرار الاقتصاد العالمي. تقصد دكتور فيصل تأثيره إذا كان منخفض، إذا التزمت الدول في شهر مايو بالتخفيضات التي أقرتها، أنه سوف يكون هناك تأثير إيجابي على السوق؟ طبعا سيكون هناك تأثير معنوي قبل أن يكون هناك تأثير مادي على أساسيات السوق. تتكلم على خفض فقط في أوبك بلس قرابة 10 مليون برميل يوميا، وتتكلم على خفض طوعي أو غير طوعي من الدول خارج أوبك ومن المنتجين الكبار مثل الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وكندا هي أول من بادر في المشاركة مع أوبك بلس لأول مرة في التاريخ، وبالتالي بداية شهر مايو سوف تكون بداية جدا حساسة لأسواق النفط، ومن المتوقع بمشيئة الله أن تشهد هذه الأسواق تعافي. طبعا لا أحد يستطيع أن يتنبأ بتحركات أسعار النفط، وشهدنا كثير من الأساسيات القوية مع فعالية جهود أوبك بلس في السنوات الماضية، ولكن كان هناك انخفاض غير مبرر بالأسعار، وفي الجهة المقابلة كانت هناك أساسيات جدا قوية ومخزونات نفط متدنية على متوسط الخمس سنوات لدول منظومة الاقتصاد والتنمية، ولكن من المتوقع أن تشهد هذا التعافي مع بداية شهر مايو بمشيئة الله، وسوف يواكبها. يعني تتكلم هذا بالتوازي مع انفتاح الاقتصاد في الدول الاقتصادية الكبرى، وهذا أيضا يثير أو يعني يجعل هناك في تفاؤل كبير بمشيئة الله. أذهب إلى لندن والدكتور مصطفى البزركان. دكتور مصطفى،
هل أنت تشارك يعني في التفاؤل بأن شهر مايو والتخفيضات وأنه سوف يكون هناك التزام من الدول المنتجة، وأيضا في ظل الإجراءات التي تتم الآن للتخفيف من القيود على الاقتصاد، اقتصادات الدول جميعها وخاصة في الصين والدول الأوروبية، بأن الأمر سوف يكون يعني ورديا في المستقبل المنظور؟ أتمنى أن أشاطر هذا الرأي المتفائل، ولكنني أنا لدي رأي آخر وهو صحيح، سيكون هناك بداية لخفض الإنتاج سواء دول أوبك ودول خارج أوبك، وهذا سيكون في الحد الأعلى هو 15 مليون برميل يوميا. هناك شكوك بخفض الإنتاج الطوعي من شركات النفط الأمريكية وحتى المكسيك وكندا. هناك عامل آخر وهو الطلب على النفط، كيف سيرتفع هذا الطلب على النفط، ولذلك سنرى هذه البحبوحة في أسعار النفط. لماذا؟ أين هي شركات الطيران؟ أين هي المصانع التي ستعمل؟ صحيح الصين فتحت أبوابها، ولكن الصين إلى أين تصدر إن كانت هناك إغلاقات في الدول الأخرى؟ هذه نقطة. النقطة الثانية والمهمة وهذه مهمة جدا، وهي هذا الصعود الرهيب في المخزونات، أين ستذهب؟ هل ستستهلك هذه المخزونات خلال الأشهر القادمة؟ أنا أعتقد أنه الأمور غير واضحة وغير شفافة، ولا يمكن التعويل على توقعات إيجابية كما ذكرتم وردية. لماذا؟ لأنه الحالة على الأرض الواقع مختلفة، لا نزال لا نملك الصورة الواضحة. فأنا أعتقد أنه لا يمكن أنه توضح الصورة حتى الربع الثالث والربع الرابع من هذا العام. دكتور فيصل الفايق في الرياض، ما هي الدروس التي يمكننا تمريرها لصناع القرار النفطي خاصة بعد كل الذي حدث؟ طبعا أول شيء يعني بالنسبة، بس أرجع لموضوع الأسعار عشان أؤكد، الأسعار الآن هي في القاع، تتكلم خام غرب تكساس، خام برنت، الأسعار هي في القاع، ولذلك لا نتوقع أن يكون هناك يعني مستوى أدنى من هذا القاع، ولذلك التعافي سيكون بطيء جدا. وكما تعلم أن الاقتصاد مرتبط بأسواق النفط ارتباطا كبيرا، والاقتصاد العالمي يعني تتكلم العام الماضي كان هناك سجال كبير على مدى سنة كاملة موضوع النزاع التجاري الأمريكي الصيني، والذي كان مؤثر كبير على أسعار النفط ومعنوياتها، لكن في الجهة المقابلة لم تتأثر الأساسيات، كانت أساسيات جدا قوية العام الماضي. السنة فعلا السنة جائحة كورونا أحدثت الربكة التي لم تحدثها تلك الادعاءات النزاع التجاري، ولذلك التعافي سيكون بطيء. يعني تتكلم لما يكون هناك في انخفاض 30 مليون برميل يوميا في الطلب على النفط، يقابله في الجهة المقابلة 15 مليون برميل تخفيض من دول أوبك وخارجها، وإذا كان هناك التزام طبعا لهذه التخفيضيات بحذافيرها، سوف نشهد تعافي، ولكن التعافي سيكون بطيء جدا وسيستمر بتدرج تصاعدي جدا بطيء. وأنا أتوقع أن نرى مستويات أسعار مثل ما شاهدناها العام الماضي، ولكن لن نرى قاعا آخر مثل ما رأيناه الأسبوع الماضي. وطبعا أرجع إلى سؤالك، لابد على دول أوبك وخارجها أن تلتزم بهذا الخفض، ولابد أن نعلم ولا نجحف جهود هذه المنظمة على مدى 60 سنة، سواء اتفق معها المستهلكون أم لم يتفقوا، سواء اتفقت معها وكالة الطاقة الدولية أم لم تتفق. جهود منظمة أوبك بقيادة المملكة العربية السعودية، المنتج المرجح الوحيد والذي يعول عليه الاقتصاد العالمي كثيرا لتوازن هذا استقرار الاقتصاد وتوازن الأسواق، لابد من التعاون، ولابد من أخذ الدروس، ولابد من أن تكون المنتجون ملتزمون. روسيا على مدى السنوات الماضية لم تلتزم كما هو متفق عليه 200,000 برميل يوميا. دكتور فيصل اسمح لي أوقفك هنا، نعمل بالتعاون دكتور فيصل الفايق من الرياض والدكتور مصطفى البزركان من لندن، شكرا لكم، وأصل إلى نهاية هذه الحلقة وإلى حلقة جديدة في الأسبوع المقبل إن شاء الله.